الشغل عندك كتير قوي بشروع، شغل كتير. عايز تبتدي من فين؟ الجزء الاداري نخليه في الاخر، ماشي. هنبتدي بالجزء الخاص بازمه احنا كنا اتكلمنا فيها من حوالي اسبوعين قبل الاجازه على طول، تمام؟ انه في ازمه بين الزمالك واتحاد الكوره بسبب حوار المديونيات، وكنا قلنا ان اتحاد الكوره حاسب المديونيات والزمالك قال لهم طب ايدوا دلوقتي وبعد كده نحسب لكم. الوضع الحالي دلوقتي اتحاد الكوره جمد حساب الزمالك. الزمالك دلوقتي المفروض ان هو كان في اتفاق على الجدوله حوالي 60 مليون، 15 مليون كل فتره انتقالات بالاضافه للجديد تيجي التوثيق بتاعه. الزمالك فلوس التوثيق بتاعه اللعيبه بتاعته اللي هي ال 40 مليون و15 يبقى 55 مليون. الزمالك ما كانش لعيبه تتأيد عشان تشارك في البطوله العربيه. بناء عليه تم حل الموضوع ان الزمالك ابداهم شيك 30 مليون من مستحقاته لدى الشركه الراعي. اذا اتبقى كام؟ 25 مليون. الزمالك اول ما دخلت ال 400 الف دولار بتوعه مصطفى فتحي ودخل فلوس كانت القسط من حمدي النجاز كان تسويه عاملها مع نادي الزمالك وبعض المستحقات من الكاف، اتحاد الكره قال لك بس الزمالك جاي يسحب، قال له مالكش حاجه. طب يعني ايه ماليش حاجه؟ قال له انا اصلا ليه عندك 25 مليون؟ فالحوالي 700 الف دولار دول لو حسبناهم بسعر البنك كذا 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 حوالي كام؟ ما يخرج من 25 مليون. هم دول فلوسي. طب الزمالك كان عامل حسابه انه ياخد الفلوس دي اصلا يطلع منها 280. قال له البقاء لله خلاص. ايه؟ قال له البقاء لله. قال له البقاء لله. الفلوس معانا. طب ماشي. يا جماعه طب دلوقتي قال له هات فلوس مصري تمام حطها وخد الدولار. خد بالك ده عامل ازمه، ليه؟ انا دلوقتي مش عارف ادفع فلوس بتاعت اتشن بونج. ماشي. كنت مخنوق. قالوا له خد بالدولار فلوسك اللي جايه لك بالدولار خدها بس ادينا مصري. قالوا اه قال لك يعني حط فلوس. ماشي. حط فلوس يعني انت عايز سايل فلوس الدولار حط المصري. ماشي. فالوقت الحالي الزمالك اصلا كان مديهم 30 مليون بشيك من مستحقاته بتاعت الشركه الراعيه. ماشي. أصلاً. فاذا دلوقتي هو مفيش فلوس. النقطه الثانيه انت لا عرفت تحول فلوس اتشن بونج ولا عرفت ان انت تبعت الفلوس للشبونه، تبعت جزء حتى للشبونه، والجزء الثالث كمان ان انت عندك مستحقات اللعيبه الاجانب اللي في الفرقه متبقيه من السنه اللي فاتت لسه حتى الان ما خدوهاش. فدي ازمه كبيره دلوقتي ما بين الزمالك واتحاد الكوره. اسودت خالص. اسودت خالص لان انت في الاخر دلوقتي في لحظه انت بتتكلم فيها انت كانك بتبتدي عارف كانك جمعت فلوس وفجاه راحت فبتبتدي من اول وجديد. صحيح. فده هياثر بشكل كبير على فكره القيد، انت خلاص القيد اخره خلاص 14/9 تمام، واحنا دلوقتي بنتكلم خلاص في 2021/8 بتتكلم في 3 اسابيع هتعرف تحل الموضوع ولا لا. فده الوضع الحالي الخاص بموضوع ان الحساب بتاعك متجمد في اتحاد الكوره فلازم تحط مصري عشان تقدر تاخد فلوسك اللي بقى.